شكرا للزميل محمد خاتم، الشكر موصول لضيوفك على طاولة استوديو تحليل SSC. مشاهدينا متابعينا، اسعد الله اوقاتكم بكل خير ايها الاحبه الاكارم اينما كنتم واينما تواجدتم، اطيب تحيه لكم مني محدثكم عبد الله الغامدي، واصفا ومعلقا على هذا اللقاء، اللقاء الذي ياتيكم في الجوله، عارف المتطلبات، عارف ماذا يفعل في هذا اللقاء، حقق نجاح في الفوزين الاول، كره خطره الى الامام باتجاه ماركو، لكن برافو على لابورت في التغطية والواجبات الدفاعية، كره اللعب إلى الجهة اليسرى، ساديو عرضية، الله باتجاه إلى جامي، التمريرة إلى الخدام المتحرك المنطلق، راح تلسكا، راح تلسكا، تقدم والدون، لا 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 يا رونالدو، لا يا كريستيانو، الأولى تصدى لها براغا، الثانية يتصدى من الجهة اليسرى، أدوار كبيرة من الجهة اليمنى، النصر من كل مكان، من كل مكان، الثالثة حتى هي ليست ثابتة يا رونالدو، وفي أكوردية بالقدم اليسرى، أندريه، أندريه يتقدم بعرضها، الله عليك، الله عليك، لا 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 لا، بالقدم اليسرى، كوردية والتمرير، التسديدة، الله عليك، فرصة كبيرة أخرى، فرصة كبيرة أخرى، لكنها تنتهي إلى ركلة مرمى هذا الكرواتي، هذا دوغانزيتش، اللاعب روزو، العمل، التمرير، المرور، أوتافيو قوية، لكن القذائف النصراوية، تلس في الكرة العرضية خطيرة، والكرة لا زالت تلسك من مسافة بعيدة، لكن الصافرة من كونغر إلى خطأ لمصلحة الطائي، الخطأ على هذا اللاعب البرتغالي، لمصلحة الطائي، لمصلحة الطائي، التسديد، أوه، لا يهم كم مرة نمرر الكرة فيما بيننا، الكرة ملعوبة على طول إلى رونالدو، خطرة، الله الله، ما أجمل هذا النصر، الله، ما أروع هذا العالم، الله، ما أحلى كراتهم، الله، ما أسهلها، الله، ما أكثر إبداعهم، وما أجمل كراتهم، لمسة من رونالدو، النهاية من تاليسكا في الشباك، خذها يا براغا، فالأولى تصديت لها، هذه اللقطة مرة أخرى وهذا التدخل، وهنا طارق عبد الله الأمام، تلسك بالتمرير، الله 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 الله، كل معاني الضغط راح تشوفها من أمام النصر باتجاه لاعب الطائي، ما في حل، ما منذ البداية على هذا اللقاء، على هذا اللقاء، يا الله، لا يا أخي، لا 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 يا رونالدو، يا رونالدو، يا رونالدو، لا يمكن، لا يمكن أن أصدق بأنك أنت، أنت من يهدي، قاسم عادت إلى الدون، عادت إلى الدون، يا الله، يا الله، حتى وإن كان التسلل، حتى وإن كان التسلل، فإنها واحدة من أجمل الأهل الودية المقامة في يناير في الصين، والأنباء أن النصر قد يوافق بالمشاركة على تلك البطولة الدولية الودية، النصر الآن الكل يخطب وده، لا تفارقها يا تاليسكا، عرضية رأسية وفيكتور على جانب الفريقين، ساديو ماني عرضية والكرة دون والدون، لاعب على لاعب بالتمرير، تاليسكا بالتو 40 هدف في 54 مباراة، أرقام كبيرة بالتأكيد، أرى لا زالت ما بين أقدام لاعبي النصر، عرضية، الله، تاليسكا بالرأس، تاليسكا مرة أخرى بكرة رأسية من أندرسون، بحثا عن خامس أهدافه هذا الموسم في مسابقة الدوري، شوف اللقطة، شوف المطالبة بخطأ، لكن الكرة بعد ذلك بتعود، الارتقاء الرأسية، الكرة مرت إلى ركلة مرمى فيها خطأ
لمصلحة إبراهيم النخلي على تاليسكا، على تاليسكا ما شاء إلى أليكس في الجهة اليسرى، ما تاليس عرضية والكيس على مساهمة، كرة طويلة وللأمام، خطرة نبقى مع هذه الفرصة أولا، فيها الرأسية من تاليس، فيها السقوط من كوردية، فيها العودة إلى ساديو ماني، فيها العودة إلى ساديو ماني. حكم المباراة سيوقف اللعب، حكم المباراة سيوقف اللعب. هل فيها شيء؟ هل للطائي فرصة وأمل العودة إلى المباراة مرة أخرى؟ الأمل الذي قد يأتي في هذه للأمام إلى ساديو ماني، ساديو، لكن الكرة سكيلا بروزو، الكرة لازالت في اللعب، لدى رونالدو التسديد، لدى رونالدو التسديد، المطالبة بخطأ، الاحتجاج على قرار حكم المباراة، لكن الكرة إلى ركلة مرمى لمصلحة ال من نواف، خطيرة من لاعب غينيا بيساو القادم من غينيا بيساو، التسكن صنع هدف وحيد، الطائي يقترب، الطائي يقترب، أوه فيها المساحة، فيها التمرير، فيها ماني عرضية، رونالدو يا رونالدو يا رونالدو يا رونالدو، هذه الليلة يبدو بام يا غنام عرضية، الله الله، بينما هنا واحدة من أخطر كرات كريستيانو رونالدو في الشوط الثاني بضربة رأسية يا براغا براغا برانا، سيكو إلى تاليسكا قوية، الله حطها من واحدة من واحدة بقدم اليسرى كما حدث في مباراة الأهلي، تمريرة حلوة وصلت إلى رونالدو، رونالدو راح، رونالدو لا 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 لا، الليلة ليست ليلتك على الإطلاق، هذه الكرة أصرت بأن تمتنع عن الوصول إلى الشباك يا رونالدو، يا الله يا الله على التمريرة يا سيكو، الله على العمل، انطلاق للطائي، عودة الطائي، عودة الطائي، عودة الطائي، عاد الأشهب، عاد الأشهب والأشهب، الأشهب يا مال الغنيمة، يا مال الأفراح، يا مال الاحتفالات، عاد الأشهب وفارس الشمال يعود، وفارس الشمال يعود، عدلوا في ملعب المباراة، الفا والتسديد، يا الله يا جبار على إرادة الطائي كبيرة المتواجدة لديه، عرضية رأسية، الله لا 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 لا، المطالبة من كل لاعبي النصر يا ماتيو يا كونغر، هل فيها لمسة يد؟ هل فيها ركلة جزاء لمصلحة النصر؟ راح نشوف اللقطة مرة أخرى، مرة ومرتين وثلاثة، ألفا سيميدو، ألفا سيميدو، ونحن نتحدث عنه بالكثير من الإطراء، يا سيميدو يبدو الآن يتقدم الدون ويضعها، أيدركني خوف وأنت ذخيرتي، أيدركني خوف وأنت ذخيرتي، أيدركني قلق وأنت معي، كيف لهم أن يخافوا أو يقلقوا وأنت مهاجمهم، كيف لهم أن يفكروا بغير